شو هي معركة هرمجدون اللي بنسمع فيها؟ وشو ورد بالكتاب المقدس بخصوص الإمام المهدي؟ وشو ورد عن علاقة المهدي بالمسيح وفقا للنصوص المسيحية؟ برحب فيكم بالحلقة الترب. قبل ما نبدأ بدي أقول أنه الأحداث الفلكية اللي بتتعلق بآخر الزمان مثل النار الحاشرة اللي تحشر الناس إلى مغربهم، مثل الدخان المذكور في القرآن الكريم، مثل شروق الشمس من المغرب، هاي الأمور ذكرتها بكتاب مأدوبة الرب، وبعتقد يعني ما في ضرورة أني أرجع أفصل فيها بالحلقات، رح أكتفي بذكرها بالكتاب. بعتقد هاي الأحداث يعني ما في داعي أني أرجع خصص لحلقة، لأنه ما رح أضيف شيء على اللي ذكرته بالكتاب. والكتاب بالمناسبة متوفر بالعربي وبالإنجليزي كإي بوك، كصيغة إي بوب وكصيغة بي دي أف على الموقع الإلكتروني اللي هو endtimeevents.net. علما انه هاي الحلقه تحديدا عم بعمل فيها شيء مختلف جدا عن الكتاب بخصوص يعني النصوص المسيحيه. بكتاب مأدوبة الرب ناقشت النصوص المسيحيه وشروحاتها من وجهات النظر المسيحيه يعني الموجوده عند اخواننا المسيحيه، ولكن ما ناقشت اي نص مسيحي من منظور اسلامي على الاطلاق، وهذا اللي عم بعمله هلا بالحلقه. يعني عم بعمل خلافا للكتاب انه عم نناقش هاي النصوص من منظور مسيحي. بس حبيت اوضح هاي النقطتين قبل ما نبدا بحلقتنا. اللهم آت ملكك للملك والحق للابن الملكي حتى يحكم شعبك بالحق وفقراءك بالعدل، ولتحمل الجبال والتلال الازدهار للناس بالحق، وليدافع عن قضايا الفقراء من الشعب، ويخلص البائسين، ويسحق الظالم، وليحيى ما دامت الشمس والقمر على مر الأجيال، وليكن كالمطر يهطل على العشب، وكالغيوث الذارفة على الأرض، يزدهر في أيامه الصالحون، ويعم السلام إلى أن يزول القمر، وليمتد ملكه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض، وليخضع خصومه أمامه، وليلعق أعداؤه التراب، ولتتهاوى الملوك أمامه، وتخدمه كل الأمم، فهو يجيب المحتاجين إذا استغاثوا، وينقذ حياتهم من الظلم والعدوان، وتكرم دماؤهم في عينيه، وليعش طويلا ويعطى ذهب سبأ، وتبقى الصلاة دائمة عليه والبركات كل يوم، ولتكن وفرة في سنابل الأرض على رؤوس الجبال، تتمايل ثمرتها مثل لبنان، ويزهر الرجال من المدن مثل عشب الأرض، وليدم ذكر اسمه أبدا أبد الدهر ما دامت الشمس، وليتبارك الرجال به، ولتدعه كل الأمم مباركا. التفسير المسيحي للآيات بيحكي عن المملكة الإلهية في آخر الزمان في ظل المسيح عليه السلام كامتداد للنور الإلهي في أنبياء بني إسرائيل، متمثلا بالملك سليمان عليه السلام. وهذا من ناحية تانية اقتصار النظرة اليهودية للنص اللي بتعتبره عن ملك سليمان حصرا، ولكن النص بيحكي عن ملك له ديمومية أبدية ما دامت الشمس والقمر يعني تخضع له جميع الأمم، وبتحكي عن إقامة العدل في الأرض ومحاربة الظلم، يعني ملامح دولة العدل الإلهية في آخر الزمان ملامح واضحة. وحتى يعني في رواية لكعب الأحبار بيقول فيها: إني لا أجد المهدي مكتوبا في أسفار الأنبياء، ما في حكمه ظلم ولا عيب. يعني هذا هو المفهوم الإسلامي لدولة العدل الإلهي، اللي من خلال هالمفهوم ممكن أنه ننظر إلى هذا النوع من النصوص، وهذا النوع من النصوص يعني كثير حقيقة بالكتاب المقدس. أكيد ما رح نذكرها كلها، رح نحاول أنه نقتصر على يعني على النصوص الأقرب للمفهوم الإسلامي. طبعا
وبالتأكيد دولة العدل الإلهي بجميع الأحوال هي امتداد للنور النبوي الإبراهيمي، وبالنظرة الإسلامية هي امتداد للنور النبوي الإبراهيمي بالشقين الإسماعيلي والإسحاقي، هذا اللي بيمثله تلاقي السيد المسيح مع الإمام المهدي عليهما السلام في آخر الزمان وإقامة العدل الإلهي. طبعا إقامة العدل الإلهي بظل كون المسيح عليه السلام وارث نبوات بني إسرائيل، والمهدي عليه السلام وارث الهدي المحمدي، طبعا يعني يكونون شاهدين ومصلحين وقائدين للأمم وللشعوب. هرمجدون اللي هي لفظة عبرية على الرغم من وروده بسفر الرؤيا من العهد الجديد، بيحكي عن المعركة النهائية اللي على إثرها تقام دولة العدل الإلهي. وهرمجدون اللي بيعتبرها اليهود تل المجد، بيعتبرها علماء المسلمين مرج ابن عامر بجميع الأحوال في ضواحي الجليل شمال فلسطين المحتلة، اللي راح تشهد أقصى وأصعب المعارك في حرب تحرير فلسطين إن شاء الله. وسبق وذكرنا النص التالي اللي هلأ راح نعيد المشهد اللي له، ذكرناه بإحدى الحلقتين اللي حكينا فيهن عن يأجوج ومأجوج ببداية السلسلة. ها هو يوم الرب آت فيقسم الغنيمة التي سلبت منك في وسطك، لأنني سأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء وتهجر نصف المدينة. قديش الوصف دقيق. ولكن بقية الشعب لن ينقطع عن المدينة. ثم يتقدم الرب ويقاتل تلك الأمم كما يقاتل في يوم حرب. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء، هذا الذي تكلم عنه النبي أشعياء قائلا صوت صارخ في الصحراء. كثير من العلماء المسلمين اللي علقوا على هي الآية اعتبروها بشارة لنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، ولكن السياق سياق تحذير مو سياق بشارة. ودعوته النبي أشعياء للتوبة، دعوته للناس للتوبة قبل قيامة دولة العدل الإلهي اللي علامة قدومه الصوت الصارخ في الصحراء، هذا أنا بشوفه تعبير واضح عن خسف البيداء. والتحذير من ملكوت الله عز وجل هو تحذير من العدل القائم فيه، والتحذير من العدل لا يوجه إلا للظالم. فبالتالي الصوت الصارخ في البيداء أو في الصحراء، يعني في روايات بتوصف الخسف أنه صاح صائح بهم وهو جبريل عليه السلام، فلا يبقى منهم أحد إلا بشير ونذير. وفعليا يعني هذا يعد أول انتقام إلهي من الظلمة في ظل الأحداث المهدوية، وهذا وجه تحذير النبي أشعياء للظلمة أن توبوا قبل ما يجي هاليوم اللي هو بداية الانتقام الإلهي من الظلمة، وهي دلالة على أهمية وعظمة اليوم اللي يعني نحن على أعتابه. إذا كان النبي أشعياء من 3000 سنة تقريبا يعني عم يذكر هذا الحدث، قديش هاليوم عظيم اللي نحن إن شاء الله مقبلين عليه حتى يحذر الظلمة من الانتقام الإلهي اللي حيجي مع هالحدث العظيم من 3000 سنة. نحن بنعرف انه الصراع في المعركة المهدوية هو صراع بين العدل السماوي وبين الظلم البشري والسلطوي تحديدا. ومثل ما بيوصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فسطاط إيمان في مقابل فسطاط نفاق، وهذا اللي يتمثل بالرأي المهدوي في مقابل الرأي السفياني. وظهور الإمام المهدي يوم العاشر من محرم له دلالة ورمزية عميقة جدا، وهي مواجهة راية النور النبوي المهدوي بما تمثله من مشروع العدل الإلهي في مقابل الظلم والجور اللي بتمثله الراية السفيانية
كامتداد لدور الرايه الحسينيه في مقابل رايه الظلم اليزيديه. يعني بطريقه ثانيه، ثوره المظلوم على الظالم الاهم في التاريخ الاسلامي، تمثل هي الرمزيه بحركه الامام المهدي، او بالاحرى حركه الامام المهدي هي امتداد لحركه الامام الحسين. وهالشيء كمان واضح من الناحيه الرمزيه بكون الامام المهدي حسيني النسب وكون السفياني يزيدي النسب. طبعا ما في داعي نأكد انه الموضوع صراع ظلم وعدل، لا هو صراع عرقي قبائلي، يعني انه والله لنقول هاشمي اموي، ولا هو صراع مذهبي طائفي والعياذ بالله، يعني اساسا لا يزيد ولا السفياني بيمثلوا طرف من الامه اليوم، الا طبعا السلطات المنافقه اللي ولاء للروم او لدوله الوحش مثل ما يعني بيوصفها الانجيل. وقلنا السفياني ياتي من بلاد الروم ويقتل على ضفاف بحيره طبريه، يعني واضح ولاؤه. ولكن اللي خلاني أذكر هالموضوع هو النص التالي: اصعدي أيتها الخيل، وهيجي أيتها المركبات، ولينطلق الأبطال، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، ليأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، فإن للسيد الرب ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. ما بعرف حدا عبر التاريخ كله ممكن يعتبر ذبيح لله عز وجل أو في سبيل الله على شط الفرات تحديدا إلا أن يكون سيد الشهداء. ولما التفت رأيت سبع منائر من ذهب، في وسط المنائر السبع ابن إنسان. ابن الإنسان هو الشخص القادم في آخر الزمان بحسب بشارات عديدة في الإنجيل. طبعا شبه إجماع في الوسط المسيحي أنه المقصود بابن الإنسان هو المسيح نفسه عليه السلام، ولكن السياق يعني جاي بتعبير كأنه عم توصف شخص آخر، يعني بضمير الغائب وصفة ابن الإنسان. وهذا الشيء اللي بخلينا نعيد التأمل بالنصوص من منظور إسلامي. هل المقصود بجميع هذه النصوص المسيح عليه السلام، أم المقصود شخص آخر؟ مرق معنا أنه الإمام المهدي ينزل في الكوفة في سبع قباب من نور، وهذا يعني الشيء اللي مشابه للي بتوصفه الآيات عن ابن الإنسان. حينئذ ستظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وعندها ستنتحب جميع قبائل الأرض، وسوف يرون على السحاب ابن الإنسان آتيا بقوة ومجد عظيم، وسوف ترسل ملائكته بصوت عال في البوق، فتجمع مختاريه من أقاصي الرياح الأربع. هون كمان فينا نشوف بالنصوص تعبير عن النداء السماوي، تجمع الأنصار على أثر النداء السماوي، ومشهد مشابه إلى درجة كبيرة مشهد الظهور اللي بتذكره الروايات. وفي أوصاف عديدة لابن الإنسان بتحكي مثلا عيناه كلهيب نار، ورجلاه كالنحاس أو شيء زي هيك، صوته كالمياه الغزيرة، في يده سبعة كواكب، وسيف ماض له طرفان يخرج من فيه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، يعني إلى آخر الأوصاف. وبموضع آخر عن السلام اللي يعم في ظل دولة العدل الإلهي، فيقضي بين الأمم وينصف شعوبا كثيرة، فيصنعون من سيوفهم سككا ومن رماحهم مناجل، فلا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء،
وهو تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذيله يجر ثلث نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وشيكة الولادة حتى يبتلع ما تلد، فولدت ابنا ذكرا يوشك أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. الشيء الملفت جدا بخصوص هاي الآيات، يعني إلى جانب النظرة الإسلامية لكون الآيات عم تشير إلى الإمام المهدي، ولكن في شيء ملفت أكثر من هيك هون. هل المشهد هذا موصوف بكونه آية سماوية؟ إيش هالأمر كتير ملفت؟ لأنه بال2017 حصل شيء ما بيتصدق، تزامن اصطفاف برج العذراء مع الشمس إلى جانبه الأعلى والقمر إلى جانبه الأسفل، و12 نجما فوق العذراء، وهن النجوم التسعة لبرج الأسد إضافة إلى عطارد والزهرة والمريخ، وأكثر من هيك تزامن هالشي مع وجود كوكب المشتري في وسط برج العذراء متحركا باتجاه أسفل البرج. يعني بالضبط المشهد المذكور بالآيات بنفس الاصطفاف تماما، وهالاصطفاف ما سبق وحصل في التاريخ الفلكي المعلوم، اللي طبعا بالوسائل التكنولوجية فينا نرجع آلاف السنين لورا، ومع ذلك بكل التاريخ الفلكي المعلوم ما سبق وحصل هالاصطفاف. طبعا ما في قول قديش ضج الوسط المسيحي بشكل هائل بهالحدث اللي صار أواخر شهر 9 من 2017، واعتبر إشارة واضحة ومباشرة على كوننا قريبين جدا من اليوم اللي راح نشهد فيه إن شاء الله عودة المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام ينزل في زمن الظهور، ينزل من المنارة البيضاء في الشام، في روايات يجيء من المغرب. طبعا شرحنا ترادف لفظة المغرب والشام عند العرب قبل الفتوحات الإسلامية يمكن شي 100 مرة، ويلتقي بالإمام المهدي، وهي عقيدة إسلامية معروفة. ولكن هل في الإنجيل ما يشير لهيك مسألة؟ وسأله تلاميذه قائلين: لماذا يقول الكتبة إن إيليا يجب أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويسترد كل شيء. ما بعرف إذا حدا حضران فيلم The Book of Eli. الفيلم بيحكي عن ظهور شخص قبل عودة المسيح عليه السلام بوضع كارثي للعالم، يعبر عنه الإنجيل بصفة المحنة، أو يعني مسمى المحنة، وفترة المحنة كمان ذكرناها يعني بالكتاب. إيليا كاختصار لإلياهو أو إلياس، يعتقد أنه هو الخضر عليه السلام، ويعتقد أنه هو النبي إلياس المعروف، ويعتقد أنه هو بآية من الآيات أنه هو يحيى عليه السلام. ويمكن هلأ في ناس يعني تتعجب من هذا الكلام، ويمكن يعني تبطل تفهم شو عم نحكي. في تفسيرين بالوسط المسيحي لهالموضوع، إما أنه إلياهو اللي هو الخضر، اللي هو إلياس، اللي هو يحيى، اللي هو الشخص اللي حيظهر قبل عودة المسيح، بمعنى أنه ربنا بيمد بعمره كمعجزة، وهذا يعني طبعا أساسا رأي إسلامي بالنسبة للخضر عليه السلام، وهذا يعني يشابه فيه السيد المسيح. وفي رأي تاني بالنسبة لل يعني بالنسبة لكونه ربنا بيمد بعمر الخضر، يعني لا يتعارض كليا مع هذا الرأي التاني، ولكن يعني إضافة على هي المسألة. الرأي التاني إنه لفظة إلياس أو إلياهو هي مسمى أكثر من أنه اسم لشخص واحد، يعني بطريقة تانية هي لفظة أطلقت على الخضر، أطلقت على النبي إلياس،
أطلقت على النبي يحيى، وتطلق على الشخص اللي يسترد كل شيء قبل عودة المسيح عليه السلام. بمعنى آخر، وكأن رتبة مثلا، يعني كيف النبوة؟ ممكن حدا يقول إنه والله الخضر عليه السلام مو أكيد إنه نبي، ولكن يعني هي أمر إلى جانب وجود النبوة أو عدم وجودها. وهون لازم نلتفت لشيء عجيب. رب العالمين لما ذكر إلياس عليه السلام في القرآن الكريم سلم عليه بطريقة غريبة، قال سلام على إلياسين، وإل منفصلة عن ياسين. ولا شك طبعا بسياق الآية أنه هو سلام من الله عز وجل على إلياس النبي المعروف يعني عليه السلام، ولكن بنفس الوقت في معنى ثاني. أول شيء، الإل في مختار الصحاح تأتي بمعنى القرابة، وربنا قال سلام على إل ياسين، ومثل ما قلنا إل منفصلة عن ياسين. ثانيا، بثلاث قراءات من القراءات القرآنية المعتمدة الآية تقرأ سلام على آل ياسين، يعني بمعنى آخر على ذكر إلياس عليه السلام يشير ربنا إلى إلياس آخر من آل ياسين، أراد رب العالمين من خلال الآية الكريمة أنه يلقي السلام عليه، وهو نفسه اللي المسيح عليه السلام قال عنه أنه يأتي ويسترد كل شيء قبل عودة المسيح على الأرض. وبدي أختم بمقطع صغير من قصيدة كنت كتبتها يعني من عدة سنوات، بس حضرت ببالي من كم من يوم، بس قبل ما أقولها يعني عشان ما حدا يسمعنا حكي بدي أشرح أنه القسم بغير الله يكون شرك باليمين المعظم اللي بيكون بالشهادة المباهرة بالملاعنة مثلا، المسائل الدينية الرسمية، لأنه الشخص اللي عم يقسم هذا النوع من اليمين لا ينبغي أنه يقسم إلا بأعز وأغلى ما عنده. ولكن الواحد لما يحلف يمين في سياق كلامه العادي اللي هو يعد من لغو الكلام، فمو بالضرورة حصرا يكون الواحد عم يقسم بأغلى ما عنده. فحبيت أوضح النقطة قبل ما ألقي الأبيات. قسما بالمنتظر المهل وبعيسى الناطق في المهل وبقبة مسجدنا الأقصى ورنين في جرس المهل سترفرف رايتنا في القدس ويصدق تنفيذ الوعد وسنطردكم عن بكرتكم ونطاردكم حتى المحل. ما ضل كتير طرق.